الدنيا مطرة وقاعدين في البيت بردانين، تعالوا نعمل طبق شوربة من الحاجات اللي بتبقى فاضلة عندنا. كلنا بنجيب قرع عسلي وبنعمل بيه حاجات حلوة، بس بيفضل مننا حتة، فممكن نعمل بيها طبق شوربة لذيذ ومشبع. السلام عليكم، أهلا بيكم في لولوس كيتشن. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ويلا نعمل شوربة قرع العسلي. طعمها حلو ومفيدة جدا وبتدفي وبتشبع. هنحتاج قرع عسلي وبصل وثوم وجزر ورشة بسيطة من جوزة الطيب، وهيبقى جاهز عندنا الطبق من غير مكونات كتير خالص. أول حاجة هنشيل البذرة اللي في النص، معلقة هنكحته كده بمعلقة كويس لغاية ما يطلع كله بالألياف اللي معاه. قرع العسلي معروف ان هو بيبقى ناشف وعايز مجهود في التقطيع والتقشير، فعشان نخلص من المشكلة دي هنقطعه قطع صغيرة عشان يبقى تقشيره سهل. طبعا لازم سكينة كبيرة، واسهل طريقة لتقشيره بقى هي المقشرة بتاعة البطاطس دي، بتسهل جدا، احسن ما نقشر بسكينة لان بيبقى ناشف جدا بالسكينة وصعب. فانا شايفة ان دي احسن طريقة، والاحسن كمان لما يكون جزء منحني كده في القرع العسلي نقطع الحته اصغر، المقاس اصغر شويه علشان يبقى سهل ان احنا نقشرها. هنقشره كله ونقشر الجزر كمان، ممكن نستخدم كميه اكبر من الجزر ده، يعني الجزر بيدي لون حلو للشوربه. الحاجات اللي لونها اصفر او اورنج في الاكل بيبقى فيها مضادات للاكسده، فهي مفيده جدا للجسم. هنعبي بقى حوالي طبقين من القرع العسلي المكعبات ده والجزر، وهننزل بيهم في طاسه فيها زبده. انا حطيتهم في الووك دي علشان اعمل فيها الشوربه كمان بالمره، ما وسخش حلل كتير يعني. هحطهم فوق الزبده كده واسيبهم يتحمصوا لغايه ما ياخدوا لون. واحنا ممكن نحط القرع العسلي في الفرن يتشوي الاول علشان ياخد نكهه حلوه، بس انا شايفه ان كده الطريقه دي اسرع، لان في الفرن بياخد ساعه او اكتر، انما كده مش هياخد 5 أو 10 دقايق قبل ما ياخد لون حلو ويتحمص، وبياخد نكهه حلوه برضه. لما خد اللون كده من ناحيه هنقلبه لغايه ما ياخد لون من الناحيه التانيه ويتحمص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هننزل عليه بنص بصلايه او بصلايه متوسطه وفصين ثوم مفرومين وتقليبه بسيطه بس البصل يدبل والثوم ريحته تبان. هننزل عليه بملح وفلفل، وهننزل عليه بكمية من الشوربة يا دوبك تغطي بس القرع العسلي علشان يستوي فيها، وهنسيبه يغلي على النار لغاية ما يبقى طري خالص كده. لسه شوية هسيبه كمان شوية بس لما يدبل خالص ويبقى طري جدا هنبشر عليه بقى جزء بسيط من جوزة الطيب عشان تديله نكهة حلوة، لو مش حابينها بلاش. وكده بقى طري، فخلاص هناخده نضربه في الخلاط او نضربه في الهاند بالهاند بلندر. طبعا لو هتحطوه في الخلاط اصبروا لما يبرد شوية. كده بقى ناعم واتضرب كويس. لو حابين تخففوا قوام الشوربة زودوا شوربة القرع العسلي، زودوا شوية شوربة تاني. هنغرفها بقى في الطبق، مشبعة جدا وبتدفي في الشتاء. هنحط لها شوية كريمة بتدي نكهة حلوة برضو للشوربة. وبالهنا والشفا. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.